إذا ما تزال الصورة سلبية ونوع من التراجعات الآن الذي يرتفع على كل من الوزن والقياديات 15 يعني 20 نقطة المئوية على الوزن و13 على السوق أو قياديات 15 في السوق الكويتية، يعني سوق المؤشر الساري يعني في حركة تذبذب عليه ما بين ارتفاع وانخفاض، ولكن قريبين من نفس المستويات على كل. التفاصيل أكثر يعود الآن إلى الأخضرة. إذا نعود من جديد إلى أسامة رشيد الذي ينضم إلينا الآن من السوق الكويتية ومعه كل التفاصيل، تفضل أسامة. نعم لبنى، المؤشر السعري يتذبذب حقيقة بين المنطقة الخضراء والحمراء، خضراء وحمراء، بدخول شركات جديدة في دائرة التداول، يعني كلها دخلت أجيليتي فأخذت المؤشر من بعض الاخضرار إلى بعض الاحمرار، ثم عاد وارتفع بفعل معدات التي ارتفعت 4 فلوس، دخل في المنطقة الخضراء، ثم دخل سهم المدينة فأخذه مرة أخرى إلى المنطقة الخضراء، والآن هو يصعد إلى المنطقة الخضراء لعله بالجرين القابض أيضا من أسهم مجموعة المدينة، ارتفع نصف فلس فتغير الحال. واضح جدا أن اليوم أفضل من الأمس، هناك شراء وهناك عدد كبير من الأسهم عليه نشاط مقبول، منهم معدات الذي أشرت إليه، تمويل خليجي، وأيضا التجارية العقارية، الشركة التي نمت أرباحها من 10 ملايين إلى 15 مليون وتقدم 6 فلوس توزيعات نقدية، السهم اليوم يتفاعل إيجابا مع هذه الأخبار. من السهم الوحيد الذي ضغط حتى الآن يبدو لي على المؤشر البنك التجاري، افتتح باللون الأحمر. طبعا التجاري وأدنك ومنازل، مجموعة كبيرة من الأسهم سواء المرتبطة بالتجاري أو المرتبطة بدار للاستثمار على موعد بنهاية هذا الأسبوع مع الحكم الفصل، نتمنى أن يصدر الحكم الفصل في النزاع على حصة الدار والتجاري على حصة بنك بوبيان 20% من البنك. طبعا هذه الحصة قد تعني الكثير الكثير بالنسبة لدار للاستثمار التي يعني تحاول التخلص من ديونها وسداد مديونياتها، وأيضا هي يعني حمل ثقيل أيضا على البنك التجاري، لابد كونه بنكا وهذه حصة في بنك آخر قد تسبب له بعض التحديات. فيعني أعتقد أنه قد نرى بعض النشاط، شراء استباقي أو بيع استباقي من اليوم وحتى نهاية الأسبوع موعد صدور ذلك الحكم. بشكل عام أعتقد التداولات اليوم فيها دائرة كبيرة من الأسهم المرتدة التي تراجعت بقوة أمس بفعل هذه الشائعات، واليوم أيضا أعتقد أن بين الأفضل أداء هي الأسهم الخليجية الأسمنتية، الأسمنت الأبيض، أسمنت الخليج، أسمنت أم الجوين، أسمنت الفجيرة، هذه المجموعة أيضا على صعود وتوفر شيء من الدعم على المؤشر. طبعا أحمر لكنها مستقر أكثر منه متراجع. نعم. وأنا أشكر لك هذه المتابعة، أسامة رشيد من السوق الكويتية.